أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج حكي بالونة، والذي سنتوقف من خلاله اليوم للحديث طبعا عن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الزيمبابوي. ولكن أهم المواضيع التي سنتطرق إليها في هذا العدد متعلقة باللاعب المحلي الجزائري بين الموهبة والتأطير، الإسقاط والنموذج هو يوسف بليلي وجمال بالعمري. كما سنعرج أيضا للحديث عن مصير القسم الوطني الثاني، مجموعة وسط غرب مجموعة وسط شرق، لا رزنامة لا إعطاء الضوء الأخضر لبداية التحضيرات ولا شيء من هذا القبيل، فما هو مصير هذه أو هذا القسم وأقسام أخرى سنتطرق إليها في هذا العدد. كما سنتوقف أيضا للحديث عن موضوع متعلق بتصريحات اللاعبين والمدربين عند الإمضاء لفرقهم، خصوصا ما تعلق بالفرق الجديدة، تصريحات هي التصريحات شعبوية واقعية وردية أم هي تصريحات لكسب قلوب الأنصار والمناصرين. لا يقول لأي مدرب أو أي لاعب أن يكون له قلب يحب كل الفرق وكل النوادي على حد سواء. كما سنتوقف عند صفاء الخميس كاف الذي يبقى له قاعدة جماهيرية كبيرة، ويكفي أن هذا الفريق أمضى لأحسن لاعب لكل الأوقات ومن بين أحسن لاعبين الأخضر باللومي الذي لعب طبعا لهذا الفريق، وأيضا أسماء كثيرة مرت على فريق قسكاف. كل هذه المواد أخرى سنناقشها طبعا. أسعد باستضافة المدرب الحالي لصفاء الخميس سيد أحمد سليماني. كوتش أهلا بك، شكرا لك لتلبية الدعوة. أنا جد سعيد بلقائك وجد سعيد بحضور هذا أحكي بالون، وصراحة اليوم شت أخي ياسين ولاعبي عودية راك عرفت بهم طبعا سيد أحمد سليماني، أمين عودية اللاعب الحالي لفريق اتحاد البوليدة واللاعب الدولي السابق الذي مر على تجربة في ألمانيا وفي الزمالك المصري أحد أعرق النوادي الإفريقية والعربية. سنتوقف عند مشواره عند تأطير اللاعب الجزائري، ماذا ينقص اللاعب الجزائري كي ينجح في مشواره الاحترافي، وأشياء أخرى سنكتشفها طبعا مع أمين عودية الذي يبقى يملك مستوى كبير ما تعلق بالتحليل وبالتصريحات الإعلامية والصحفية. أمين أهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. شكرا جزيلا، مساء الخير مشاهدينا الكرام، يسرني وجودي معكم هنا في قناة البلاد وحصة حكي بالون، يسرني وجودي مع الشيخ سيد أحمد سليماني والأخ ياسين، وشكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا لك ياسين معلومي الزميل الإعلامي الرياضي رئيس قسم الرياضي بجريدة الشروق اليومي، أهلا بك. مساء الخير كمان، شكرا على الاستضافة. أنا اليوم مع هذا لاعب دولي واسمه كبير كمال، وهذا مدرب كبير ثاني، واليوم إن شاء الله كمال ماشي لازم يخبي علينا اليوم خاصة سليماني. سليماني عودي عندهم ما يحكيوا عندهم ما يتكلموا خلاص. إذن البداية طبعا تكون شيء طبعا الصور ما تعلق بوصول لاعبي المنتخب الوطني طبعا اليوم إلى مطار هواري بومدين طبعا للدخول في التربص التحضيري لمباراة زيمبابوي، وبعدها سنستمع التصريح لأوندي ديلور الذي طبعا يتحدث عن المباراة. Il faut qu'on continue comme on a fait jusqu'à présent, être le plus sérieux possible et essayer de gagner deux matchs pour prendre de l'avance dans le groupe. Ouais, Inch'Allah, j'espère que déjà on va continuer comme on fait depuis longtemps, et comme j'ai dit les deux matchs ils sont importants, et voilà ce que essayer de comme j'ai dit tout à l'heure de prendre de l'avance dans le groupe. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est important les deux matchs, et comme je l'ai dit voilà il faut les gagner pour avoir de l'avance, et voilà comme ça au moins on sera qualifié le plus rapidement possible. طبعا هذا ما تعلق بالمباراة التي ستلعب يوم الخميس. سيد أحمد سليماني، منتخب متوج بكأس إفريقيا، منتخب بضمن ديناميكية الانتصارات بثقة كبيرة، 22 مباراة دون هزيمة، يعني نقول أن هذا المنتخب اليوم أضحى يفكر فيما هو أعلى مستوى، ليس كذلك؟ وي زعما الملاحظة اليوم في الفريق الوطني تاعنا هو الثقة الكبيرة اللي رسخها المدرب واللي اللاعبين بدوا يحسوا بها، وعاود تاني نظن باللي المجموعه ككل
احنا المتفرجين او الاعلاميين او المدربين نحسوا باللي هذا الفريق باش ينهزم يليق يكون اون فاس ليه فريق قوي. نظن احنا اليوم احنا التلموت احنا دخلتنا ثقه ونحن نقولوا باللي هذا الفريق تاعنا يقد يمشي بعيد، والدليل على ذلك الثقه اللي كبيره في بالماضي ولونتوراج تاعها الفيدراليه الجمهور، وهذا غادي هذا بالطبع غادي يخلينا نشوفوا فريق واللي غادي يعطي نتائج كبيره في لكوب دي موند. جيد، هذا ما تعلق طبعا قبل هذا التأهل لكأس العالم، ولكن هي مؤشرات توحي بأنه منتخب بالفعل منتخب قوي. أمين عودية عملت مع حالي لوزيتش، أيضا المنتخب ترك بصمة تاعه في وسط أو في قلوب الجماهير الجزائرية بشخصيته بالكاريزما تاعه بالتأهل إلى الدور الثاني لمونديال البرازيل. وش الذي يختلف ما بين حالي لوزيتش وما بين جمال بالماضي في ظل انه فيه تشابه كبير في ديناميكيه الانتصارات وفي الثقه خليني نقول لك الموجوده في المنتخب؟ قبل ما نهضروا على اوجه الاختلاف لازم نهضروا على اوجه التشابه. كاين بزاف اوجه التشابه بين زوج هاد المدربين. اول حاجه هما طموح، سي ان اونترينور اوبتيميست امبيسيو اي اوبتيميست. مسيو بالماضي سي ان اونترينور تري 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 امبيسيو. علاش؟ Depuis son arrivée ici en Algérie, en équipe nationale, il a visé haut, vraiment haut. La barre très haute. En optant pour dire que je vais jouer pour la Coupe d'Afrique, je vais essayer de la gagner. Kima Dorkara Wahdar Khalik, je vais essayer d'aller loin de la Coupe du Monde. Tomouh qui kounandek, ou kounandek la rigueur et le travail. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec M. Belmadi, mais je sais que j'ai eu l'occasion. La rigueur, le respect entre les joueurs, le staff, que ce soit staff médical, le hada ma khair min hada, hadouma, c'est des petits détails qui font la différence. C'est ces petits détails-là. Je suis un coach Slimani qui a été un coach. Bien sûr, hadouma l'omor, c'est un bosseur, ou le hadjah, et on a un khaddam. Ou il ouvre le risala, il a le risala de l'aïbin mlih, l'aïbin yustouab mlih. Qui est un entraîneur, il a le risala mlih. La perception de l'aïd est mlih. On a un peu de terrain. ويعود هاد الاشياء تعود بالفائده على المنتخب سا سوا من جهه اللاعبين ولا من جهه المدرب. لا بيرسيبسيون تكون فيت يقدر الجوار يعطيك فيت في التيران، المعامله تكون مليحه افيك ريسبي، ما كاش هذا خير من هذا، ما كاش باسكو المنتخب ماشي كيما الكلوب. اكيد ياسين معلومي عندي زوج حوايج كامل. تفضل. الحاجه الاولى هما نفس اللاعبين تقريبا 80 90% هما نفس اللاعبين اللي كانوا عند المدربين السابقين. ما داروش بهم واش نتائج جاب الماضي ولا واش مدير الجلطه. انا ليا عندي زوج حوايج، عندك اللاعبين ايزون ادوبتي واش مون لونترينور قبلوه، اللاعبين لما يقبلوا هذا من جهه. من جهه ثانيه فريق السن، فريق السن بين المدرب واللاعبين بريسك ماشي كبير، لما مثلا بين قديورة والمدرب بالك اقل من 10 سنوات، معناها انا نظن هاد الزوج واش عوامل خلاو المدرب والنتائج يكونوا ملاح. اخي ياسين وجاب نقطه، خلق المنافسه بين اللاعبين، المنافسه الخفيه. توتافي توتافي دار منافسه خفيه باسكو سي با ديتا الخفيه كوتش اي باسكو دار بين بالليلي وابراهيمي باغ اكزومبل كوتش بين بالليلي وابراهيمي كيما ابراهيمي جو سوي داكور با نيمبورت كيل اونترينور كي مي ابراهيمي في البون remplaçant de Belleil. C'est vrai. Oui. Parce que lima dire un coup de poker ou tinjah, tout le monde y khaf. Ou lima y khaf, y koul l'ata qoui. Sah. Ou lima y koul l'ata qoui, tkou kena nataij ou le respect. Ou hatta m'a mahrez tani, hatta m'a mahrez. Y koulou anu fi tarabbus qata, 30 thania qal l'hafila amchi. Qal la. Nzom. Taban, hada ma talqa bi hadi nokta. Nokta mouti'alika aydan باللاعب المحلي الجزائري بين الموهبه والتاطير. سيد احمد سليماني، هنا لو قاطع جمال بالعمري في 30 سنه يمضي في نادي ليون، يوسف بالليلي لاعب من عقوبه بمستوى جد عالي في كاس افريقيا يمضي في نادي قطر في اخر لحظه، تعليق بكل صراحه. شو انا نقول بور بالليلي، بالليلي استنجيني استنجيني، مي مالوروزمون الناس اللي متكلفين به ما عندهمش النظره الافقيه اللي احنا نتمناوها لهذا اللاعب.
باسكو هذا اللاعب نورمالمون لعب مع كبار الفرق الاوروبيه، عندهم نظره كما نقولوا توجه مادي. هذه النقطه. بالنسبه للبلعمري، بلعمري ستام بوسور يسخ خدام وستام عندها لا برافور، ياك نقولوا هكا لا برافور، لا برافور، نقاش مفتوحه. اسمع لي مليح، عندها العطاء القوي، عنده لا جرينتا. اسمع لي مليح، دايرين بون فورماسيون، إلا في كاع لي كاتيغوري تاع ليكيب ناسيونال. سي فغي. اسمع لي مليح، وعندها شخصية قوية، تايق في الإمكانيات تاعها، وكيلكو بار أنا حاجة بغيت نقولها، نظن باللي عندها لاراج نتاع الناس اللي دفنوه على بكري. وي. دايما ترجع له، صدير هذا الطفل أشاك فوا يقول خص يكون العطاء تاعي قوي باسكو غادي يجيوني من بعد. ويحفروا لي باش هادو عباك كيفاش تجيك هاديه؟ كيما دوكا بارلون دو جمال بلعمري، كيفاش تجيك؟ نشفى جيت من مصر زمالك ابري اون سيزون كاتاستروفيك، جي سيني على لونتونت دو سيتيف، بديت نلعب سانكيام ماتش لعبنا هنا في الفاوت، فايدا ليلوزيتش جا اونترينر كان هو الناخب الوطني، جاي يشوف الماتش سي ار بي لونتونت دو سيتيف، ماركيت بوت، عيط لي ليكيب ناسيونال، كنا لافي تاع العيد الكبير، عيط لي ما نكذبش عليك كانت غير متوقعه، كتب لي ساوغي الغازال ولا لقيت روحي اون ايكيب ناسيونال، شغل على بالك ميم سي جافي جوي افون منها. كي جمال لازم واحد يدير فيك ثقه شيخ، يدخل لك هذيك الفكره. خاطر جمال يوسف الليلي انا نتكلم، انا نقول لك كسا سوا لي دو، انا نعطيك المثال تاعي باسكو بار كونيسونس دو كوز، جوستومون كونيسونس دو كوز، بالماضي دار ثقه في جمال، عطى له هذيك الثقه اللي كانت ناقصته بالك ملي بدا يلعب اونيك ناسيونال في كاع لي كاتيغوري. لازم لو جوار ثانيك يفهم باللي انا جو سافي با جيتي اوسي غران جوار كو سا. جيتي بوتي فولات الحمد لله شيخ، ما كنتش على بالي بلي عندي المستوى اللي عفيك ناسيونال، وكان ماشي فايدر فيها الثقه يا خو قاوري، ماشي تزيري، ماشي كذا، كان شويه الوغ كو جي جوي ديجا افون في نيك ناسيونال مع مسيو عبد الحق بن شيخه، مي بصح كي شفت انا ان اونترينو عطاني هذيك الثقه، هذيك الحاجه شيخ تخليك تزيد تخدم. اكزاكتومون، انت درت فيها ثقه، جبتني ابري دو زون الحراج، ما كاش كيفاش نخيبك. صح، في راسي ميم ماشي كاليفي شني كيفاش كنت نخدم شيخ. صح. جمال سيتي لا ميم شوز بالعمري، الى في كونفيونس جمال بالماضي، الى في كونفيونس بالعمري، بالعمري الى سونتي كو عنده دين اونفير جمال بالماضي. انا نقول لك البيت القصيد راه هنا شيخ ياسين معلومي بكل صراحه، واش تحل مثال عليه، مثال حي، واش يتكلم ايضا سيد عم سليماني المدرب على يوسف بالليلي، هل يوم اللاعب الجزائري المحلي وبحاجه فقط لثقه المدرب فقط؟ هذا ما كان، شوف كاينين لاعبين اليوم انا نهضروا على بالعمري وبالليلي عيبي، شوف انا نقول لك حاجه، ستين كيسيون تحكم تليفون وتعيط له قول له اروع، هذا ما كان، ست ان كود فيل جا في الميركاتو الحراش رجلها بزوج كلامات إيه؟ لقى اون ايكيب يا اخي اسمح لي جوكو كالان كي رانا في الديبا، جا انا جيت، انا هو جا الاول انا جيت مورا، لقى اون ايكيب عاونهم بزوج كلمات ثلاث كلمات داروا له دو تروا بور ريزلتا، جوار الجيريان باسكو هذا هو التاثير لازم يتاثر جوار الجيريان. شوف اليوم انا نهضروا على جمال بلعمي اللي اون طاع اليوم الى 30 طون الي اون طاع، جمال بلعمري لوجيكمون 22 زون يلعب في سطيف، يلعب في جياسكا، يلعب في كذا، شوف اليوم راه طاع هو منطقيا اراج دو 20 21 راه في المنتخب الوطني، سنينا حتى جا الناخب الوطني باش عرفنا بلي جمال كرون ديفونسور. ايه بيان سور سي فغي او با كامل، سنينا كاع واش عندنا لي زونترينور لي زونسيان، الدنيا معمره بلي كرون زونترينور هنا في الجزائر نحبوا ولا نكرهوا، هاو الشيخ يقدر يعرف خير مني وعلى بالو واش كاين، سنين حتى جمال بالماضي الناخب الوطني باش عارف بلي جمال بن عمري كرون اليوم لازم نفهموا كرون ديفونسور، هاو الشيخ على بالو بلي جمال بن عمري كرون ديفونسور. شوف امين كاين حاجه وحده صح، هادو لي بروفيسيونيل هام يلعبوا في دي غران كلوب وصح، هادو نسحقوهم 80% واش عليه، بصح كاينين لاعبين هنا كي تحوش تصيب، ما تقولش ما نصيبش، ما تقولش ما نصيبش، اليوم كاين لي جوار، اليوم كاين لي جوار، حتى شوف كعنا دي جوار بون راهم يروحوا لتونس، راهم يروحوا لكذا، مي عندك لو كان انا قلت لك ان بتي كود فيل، ان بتي كود فيل هذا ما كان خسر عليا لا سياسيين. حبيت نقول واحد الكلمه، تفضل. سي جامي هذا مسيو بوغرا بوغريك le futur entraîneur de l'équipe amateur. Oui. Si jamais il dit une bonne prospection. Tout à fait. Si on dit une bonne prospection. غادي تكون خزان للفريق الاول. طب بيان سور. انا 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 بالنسبه ليا il faut ثاني هذا مسيو بوغرا il faut qu'il parle aux techniciens algériens. Bien sûr. Okay. Parce que يليق واجب علينا نديرو l'équipe A prime. نسموها l'équipe A prime باش مسيو بالماضي si jamais il aura besoin d'un joueur, c'est vite fait.
في لو ميم ستيل دو جو سيستيم دو جو قال فوالا من الابريم يطلع على الا فايت كان دير لا ميم شوز اسمح لي قاطعتك فايت كان دير لا ميم شوز الابريم كان يطلع منها لي ريزيرفيست كان يطلع من لي ريزيرفيست هاك دوكا تبليساو لك زوج ب 70 وفارس وعندك عطال الى اي تي تيستي بوزيتيف كوفيد دوك وين تروح تجيب تروح تجيب من الابريم هذا الدوري تاع الابريم بن عياد وكاين دي بون جوار كاين دي بون جوار كي بوف جوي فون ايكيب ناسيونال ا سورتو مع مسيو بلمادي الحق زعما صراحه كيلك بار جاب عطاهم ثقه الجوار اللي يعطي مردود يلعبه شوف هذا من جهه هذا من جهه شيخ وكاين حاجه ثاني او دو لا دو ماجد بوغرا دي تي ان تاعنا واش كيما هي تنور تنور المدرب تقول له باللي هاو كان جوا هنا كان جوا هنا مع لي جونطين لي تكنيسيان انت باغزوم غدوه سي بوسيبل عندك ان بون جوا واسمو في السكاف بلو ميكا في السكاف في اتحاد الحراش قال نقول جمال بالماضي انه عندي بيوت في الحراش قادر يخدم كي هذا تصريح شهير تاع سيد عبد السليم هذاك التصريح بكل صراحه هل حبيت تطلع به لاكو تاع الجوار في لو مارشي بكل صراحه هل حبيت تعطي لا كونفيونس للجوار ولا قلتها قصره باسكو هذا السيد عبد السليماني معروف بالخرجات تاعو هذه سي كمان كي بار مومون لعاب يجلب الانتباه تاع حد عنده طريقه باسكو انا واحد النقطه بكل تواضع عندي نظره نقد نشوف لا مارج دو بروغريسيون تاع الجوار هذاك الجوار مازال ما بينش الامكانيات الحقيقيه تاعه عنده امكانيات كبيره مورفولوجيا من الناحيه التقنيه لا فورس على بالك بدنيا كيش متكون صدير وكيلكو بار يلعب فريق وين الجمهور تاعه يدير ضغط كبير صدير عنده كل المكونات كي فون دو لوي لو فيتور رومبلاسون تاع غديورا هكا كيما دروك في السكاف جي رامني ان جوور جي رامني ان جوور واسمو ما تقولناش جي رامني ان جوور يسابيل يسابيل ما تخرج ما تخرج لا 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 يهضر عليه يهضر عليه امين يهضر عليه اسمع لا لازم يهضر عنده لا ما ديرلوش لا 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 شال ما ديرلوش الضغط خليه يسموه طامر واعي طامر واعي اسمع لي مليح هذا غادي يكون لو رومبلاسون نتاع جون كيل بوست هذا ليبيرو غادي يكون رومبلاسون تاع ماندي و ان شاء الله وبالعمل غادي يكون لو فيتور رومبلاس زيد عنده 1.87 عنده وقيله 21 نو اسمع لي مليح دوزيام اني في لونيفرسيتي حاجه كبيره دونك مسيو بوغرا يلفو يجي تحنا يتفرجنا جيد هذا ما تلقى بالمنتخب الوطني في دقيقتين محمد امين عودي استدعاء كريم عريبي يقول لك لاعب يمحي لاعب لاعب ينسي لاعب عودية كان جاي بعدها جا سليماني هذه حتى كرة القدم نعم. اليوم سليماني في سن متقدم رغم أنه مازال يأدي في المستوى في المستوى العالي اليوم فيه كريم عريبي من أولاد موسى للغاية كاب دو باتنا سير بي التاجنانت سلم باركور براتيكمون كو سليماني ولا أنا اللي راج دي سير بي وجيت طالع كاع حبة حبة يعطيك الصحة سلم باركور حبيت نعرف برك السن تاعو عريبي ولو أنه نعرفه كيفاش يلعب وسي تان تري تري بون أتاكون ميم سي كان هنا في 26 يقدر يقدر لو كان يحط راسه وراه درك راه راح ني ما بري ليطوال كان في ليطوال العام اللي فات يقدر علاش ما يقدرش 26 ans il a marre de progression aller devant lui استدعاءه je suis très content pour lui او دوكا حنايا ما عندنا ما نقولوا له عنده جمال ساكر شامبيون دافريك دوك هو اللي اطرو هو اللي يقول له كاع واش لازم يدير هو اللي يقول له كيفاش ما راكش حتقولوا على جو 26 ans كيفاش لازم تماركي لي بوت طريقه تاع اللعب يعلمو واش كاين واش ما كاش يدخل في الصف يتبع خاوته و سي تو المال كو جو سويت انا ماذا بيا كنت قادر نزيد نشوفو سليماني باسكو الى دو ليكسبيريونس اوسي يقدر يعاون المنتخب الوطني ولو في دكه البدلاء كيما دار في لا كوب دافريك مي دركا جا عريبي سا فو با دير كو سليماني ماهوش حيولي نو ديناميت فقط لي ميور لي ميور لي يكونوا في المومون هذاك راه هنا عريبي راه اون مومون تري اون فورم ولا اون فورم مادام استدعاه يستاهل امين حتى لا ماج دو بروغريسيون تاعو كاينه اليوم راح يلعب راح واسمو الشامبيونات دو فرانس اون بريمير ديفيزيون بون يسمى باش داوه عنده لي كاليتي ما نقولوش وباش جا المنتخب اليوم راح يدخل في المنتخب خلاص راه واجد راح يلقى قدامه محرز ويلقى قدامه ابراهيمي ويلقى قدامه بوكر ويلقى قدامه بوكر ويلقى قدامه ونزيدك سياسي اسمح لي عنده نوعيه اسمح لي عنده نوعيه نتاع لي زافونسونتر فريده من نوعها صافي دير بالماضي ما عندهاش النوعيه نتاع لاتاكون اللي المواصفات تاع العريبي هذه المواصفات وهذه النوعيه راه نترك لك المجال لانك ستفصل فيها سيد سيد احمد سليماني في الجزء الثاني لان سنفتح قوس متعلق اليوم الهداف في الرابطه الاولى او في القسم الثاني 8 اهداف 9 اهداف
أغلبية الأهداف كلها ضربات جزاء. معنا هداف قناص ومعنا مدرب ومعنا إعلامي مخضرم. ابقوا معنا لتدابوا بعدنا. من جديد نعيكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بالون. كما قلت قبل الفاصل سنتوقف للحديث ما تعلق بالمواصفات التي تحدث عنها سيد احمد السليماني حول كريم عريبي والتي يراها انها مختلفه عن المهاجمين المتواجدين طبعا في المنتخب الوطني. كما سنعرج ايضا للحديث عن موضوع ما تعلق الهداف البطوله الوطنيه بثمانيه الى تسعه اهداف عكس السنوات الماضيه او سنوات السبعينات او الثمانينات وحتى التسعينات كان الهداف انا ذاك 25 الى 30 هدف. كل هذه المواضيع طبعا سنناقشها مع محمد امين عوديه وايضا ياسين معلومي وكذا سيد احمد سليماني. توقفنا عند نقطه متعلقه حول المواصفات التي قلت انها تختلف كلياً عن كل على المهاجمين اللي راهم حاليا في الفريق الوطني. هو العريبي لاعب تاع الكونتراتاك لما تكون ليكيب تاعنا تدافع وتمشي في اون كونتراتاك وحده. وهو ستان فينيسور هو يبارتيسيبا في اللعب مي قدش مي هو ما عندهش بوكو تكنيك باش يرجع ويدير الرميز ولا هو يلعب في لا بروفوندور. C'est pour ça que M. Belmadi l'a choisi, peut-être pour ça, pour avoir les qualités proprement dites. Parce que le mec qu'on a de tenue dans le muhajmin, tu as des خيارات كثيرة وتلقد الحلول نتاع جميع الفرق اللي تنافس معها حسب المنافسه. سا ديبون دو شاك ماتش aussi, سا ديبون دو شاك ماتش. يقدر يتكل على عربي مع زيمبابوي وين تعرف ما تقدرش تعرف واش عنده في راسه النخب الوطني ابريس كونا في لا كوب دافريك. يقدر يخرج اي خرجه ونكونوا غير متوقعينها حنايا. دابري الشيخ عريبي انا جلي في جوي كي كان هنايا في سي ار بي جو كروا ومام في باتنا الكاب جو كروا. كاب دي باتنا. جو تروف جو سوي بيان بلاسي بور لو دير فيو كو جو سوي ان اتاكون دو بوينت. موا بوست دو بريديكسيون سي اتاكون دو بوينت. إلا لو سونس دو بوت. إلي فينيسور بيي غوش بيي دروا إي لو جو تيت أوسي. سي امبورتون. بيي غوش بيي دروا سي إلي بون تكنيكمون. Je l'ai vu, il est très très bon techniquement alors qu'il est gabarit, il est grand. Tu te dis que c'est un peu plus gras ou les. Allez, Amin, je te dis que c'est un peu plus gras. Je te dis que c'est un peu plus gras. Je te dis que c'est un peu plus gras. Je te dis que c'est un peu plus gras. Je وي تاج بن ساول اللاعب الممتاز الذي طبعا تاج بن ساول يمشي انا كبير وهي فرصه نعيو تاج بن ساول اللاعب الانيق اللي كان بمستوى طبعا مستوى عنده السرعه الفائقه والاخلاق جيد. ياسين معلومي محمد امين عوديه نفتحوا دوك النقاش لو ديبا تاعنا حول لي زانفونسون يعني قلب الهجوم في الجزائر. هذه الندره اطحت الندره غير موجوده بما ان صعوبه اليوم اي فريق للتعاقد مع قلب هجوم قناص. هذا من جهه. من جهه ثانيه الهدافين في السنوات الاخيره هم هدافين تاع 8 الى 9 اهداف. قبل ما نروح للهداف وقبل ما نروح للمدرب اللي يبحث في السوق على لي زافونسونت نروح للاعلامي. اليوم هنقولوا التكوين ما كاش، هنقولوا الموهبه خلصت، هنقولوا المنظومه الكره القدم تغيرت، ما ولاش تعطينا اليوم دي زافونسونت بلا كاليتي بلا كلاس بكل جانب. شوف هي الموهبه مستحيل تخلص. شوف انا نقول لك حاجه، كاين دي شوف شوف كاين دي جوار بالك في تي باتلان واسمو ينجم يجي عنده موهبه نقول لك ينجم يدير بالك بزاف يعني بزاف حوايج. اليوم انا نقول لك حاجه، العين 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 تاع المدربين العين اليوم اليوم لا بروسبكسيون راهي ناقصه. وهذه من جهه، من جهه ثانيه الحاجه المهمه والمهمه والمهمه جدا انه اليوم الرؤساء ما مش يحوسوا يروحوا يجيبوا، حوسوا على الواجد، حوسوا اللي مدوا له 200 و300 مليون خلاص. لي زافونسونت الواجدين ياسين لافونسونت كاين نقطه مهمه لازم تكبر في البوست. تو طافي البوست دافونسونت سي ان بوست فريمون سونسيبل. انا حاب نجيب افونسونت نعطيك مثال باغ اكزومبل مسيو سليماني نجيب عوديه 33 كابر في البوست عندي 15 ans وانا في البوست هذا ونجيب دو جون يتعلموا معاه يكونوا بون صح هذه هي ويرفضوا الصنعه. عوديه ما يقدرش بالك يجري كوم الى في 20 ans مي او شي يخدم معايا ويعرف كاين امور يرفضوها هذوك. عوديه يريح 6 شهور يريح عام يوجد لك هذاك العام الجاي ولا العام الجاي. لا بوست دافونسونت لازم تكبر فيه. ما وليناش دي بون زافونسونت ولا دي زافونسونت كي مارك بلوس دو 20 بوت هكذا برك.
سنحت لي الفرصه لعبت في لي غران كلوب سي اون الجيري جي اس كا سيتيف سي ار بي زمالك عندنا بارحت لالمان لوسما سي اس اي لو بونس افونسونت لازم تكبر فيه شيخ راك داكور مع الساس باش تولي تو كلاك شاك ماتش لي بوت لازم لك ثقه لي افونسونت تاع الجزائر ما عندهمش ثقه انت لك راه هذا من راجع على بالنا امين دي فو مترو كاين دي افونسونت ما مامش يونشيني وكتب يكمل فاكتور ديال ديبار هذا كاين بروبليم تاع ثقه راه باين انا في عامين تلسي ملي حبست انا في 2017 راني نشوف بلي كاين بروبليم تاع ثقه كبير راه يتخرج راهم يخرجوا لي ديفونسور ولي ميليون بصح لي افونسونت ما زادوش شيخ ما كان يا ثاني الاخ ياسين كيما كنت تفضلت وتكلمت ما عرفنا ما احنا شنو نعرفوا في لا بروسبكسيون انا شنو نعطيو قدرها اكيد وثاني كاينه حاجه الاخ كمال تفضل تفضل احنا المدربين لو فوليوم اورير دونترينمون سبيسيفيك بور لي زاتاكون دوفون لي بوا ما نخدموش ما نخدموا قليل سورتو في لي كاتيجوري جون ما نخدموش اطلاقا هذه ما تقدش تلقى النوعيه وثاني الكلمه الحقيقيه نظن باللي حتى الضغط اللي راه يتميز لا الضغط اللي امين اللي يتميز على المدربين يخافوا يخسروا دونك ما عندهمش تفكير هجومي بصح شيخ الكلمه الحقيقيه التفكير الهجومي عفوا او الفلسفه الهجوميه اللي غابت في هذه السنوات خليني نجي لك ياسين معلومه عندك اضافه ربما تعقيب باش نطرح سؤال زيد تفضل حتى في النيفو الدولي حتى على المستوى الدولي نقصوا لي زافونسونت وانا نقول لك حاجه ان بنزيما باغ اكزومبل ولا في البايرن لي دو زافونسونت تاعهم ولا لي دو اتاكون ميلو فوندوسكي فايتين 30 سنه سي فري باسكو لافونسونت لي كان الاشكال العالمي كيما نيميرو 10 اللي غاب اليوم في المنظومه كره القدم العالميه سيد احمد سليماني مدرب صفاء الخميس صح اكيد وجدت صعوبه كبيره وفي السنوات الاخيره كمدرب سابق اتحاد الحراش اولمبي المديه واتحاد العباس اول حاجه يبازي عليها لونترينر نعرف دي زونترينر نحكي معاهم يقول لك لي زافون سونتر ما كاش كاينه سو لو مارشي ما كاش لي زافون سونتر مرزوقي ربع سنين وحابس جا الميركاتو هذا قاعد يتكلم عليه عوديه 33 سنه الله يبارك عامين ونص وحابس وانا نقول لك باللي راح تكون بدايه تاعو موفقه بحول الله في اتحاد البوليده وين راه الاشكال اليوم سيد عبد السليماني كمدرب اليوم شوف هو المشكل العميق صدر في كرة القدم الجزائرية قلنا حتى احنا كمدربين احنا بعدين بدي بنفسي احنا كمدربين يديروا لنا ضغط كبير يعطيك الصحة ما يخلولكش التفكير كما قال الأخ كمال تفكير هجومي ما عندكش الوقت تخدم مليح باسكو ما تحش باللي المسيرين عاطينك الثقة وكما نقولوا بالدارجة مبربرينك صدر هما مخلينك صدر من هب ودب يقول لك الكلام هذه من نقطه لا كونفيونس ثاني نقصت على اللاعبين العمل نقص غادي نزيدك حاجه لا بروسبكسيون ما بقاوش دوك المدربين اللي عندهم حب الكرة القدم ويجيبوا يدينيش كما قال يدينيش وزيد ثاني الكلمه ثاني الجزائريين تنوعوا في الوقت الراهن ولا اللي تكلم ما يقول لك انا نلعب في وسط الميدان اسمعني يعطيك صح علاش قولي علاش خاي كمان باسكو الكرات كي نلعبوا في اللعب الهاوي والله في انتر كارتي ما يوصلوش بزاف ما يوصلهمش البالون لي زاتاكون دونك انا ما نحبتش نلعب اون اتاك نبغي تانا الميل تيرا جو توش بوكو دو بالون وزعما نديرو والمسؤوليه ناقصه عليك كاش ديفات ولا ماتشين ما تحملش مسؤوليه تفضل عبيد وشنو اصعب نقاش مفتوحه شيخ دوكا انا نقصارين وشنو هي اصعب حاجه دون ان ماتش دو فوتبول سي دو ماركي لي بوت صح توت افي توت افي سي دو ماركي لي بوت اي بو بوفوار ماركي لي بوت يقدر تو لو موند يبارتيسيب يقدر ديفونسور صح واحد هو لي il faut apprendre au joueur comment on doit marquer les buts pour marquer لازم لا كونفيونس pour marquer قال لك لازم لو طرافاي سبيسيفيك شاك سيمين La même concentration que le match ou peut-être beaucoup mieux. Cheikh Lamli fait que les galina qu'on a fait l'entraînement fait le harraj. La concentration. Il dit que un joueur à l'entraînement pas concentré pour marquer les buts. Il a dit que il dit Cheikh Kenis galina il dit que c'est un peu le match. La concentration. Le détail est très important. Détail. C'est un poste très très sensible. Lazm le tiqa, lazm le khidma, lazm le la répétition.
لا ريبيتيسيون اليوم تقدر دير تخلي يومين يريح منها تزيد دير له ديفون لو بوت ديفون لو بوت كيفاش الفلانكا كيما يقولوا لي زالمون لي سونتر بتي با لي فراب دو لوان لي فراب دو بري وذاك لو كونكور بوطو سي توت ان ترافاي لا مانشافت اسمح لي شيخ لا مانشافت كلوز يا با مال دونترينور دو داتا كون ميتنون كلوز سي ان اونترينور داتا كون تاع لا مانشافت فان بيرسي تاع لا هولاند تشيفتشينكو بون تاع لوكران لوكران بصح انا نقول لك هم يديروا ويديروا سبيسيفيك لي زونترينور داتا كون باسكو شافوا بلي C'est un poste très très sensible. Nest tu aimes le mot à l'ouvrage, tu aimes l'ahdaf. Passage à vide, qui veut que tu joues contre Amin? Joues, dis que le passage à vide, quand tu marques 5 matchs. Oui, mais je ne sais pas si tu joues contre Amin. Qui a fait ce type-là? C'est une addiction. Marquer des buts, c'est une addiction. Comme une drogue. Quand tu as dit que le Kawalis, quand tu as dit que tu as 22 ans, tu n'as pas dit que tu as dit des interviews, tu as marqué les pénalités, tu as dit que 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 يعطيني حلول اعطيني حلول انا راني نعطيك حلول تفضل لازم ماركي ديبيت تولي لك اون اديكسيون مون ميتيي سي كوا سي جوور دو فوت مي البوست دو بريديليكسيون سي كوا تو اي لا بور غاني د لارجون اوكي تو اي لا بور نو ماركي ديبيت سورتو لا فيناليتي لا فيناليتي دو ماتش لا فيناليتي دو ماتش شيخ درك حنا لو كان ماركو 4 بوت ميم نون كي سو 3 منا نون غان لو ماتش والناس كساسوا الصحافة ولا الناس تحبش كل اللي ماركة مع الأخر البوست هذا ولا سنسيبل يقدر يكون ولا يخوف تاني كلي جوار لي جون جوار وتاني كان حاجة الأخ ياسين أنا ثاني نقول كان نقطة سلبية أجي نقطة سلبية عن صحافيين اللي هي يليق يدوموندي ولا بو جو يفو كي الكريتيك شاك سمان pour que les entraîneurs il faut que les techniques et plutôt les journalistes بصح اسمح لي حتى انتوما لي زونترينور انتوما لي زونترينور على بالي الحاجه اللي تقولوها تقول لك انا ما نلعبش مليح انا لازم نربح باسكو ميه الفوز باسكو على بالك ميه الفوز لو بون جو قولي انا ندوموندي بوتيت بالك تقول لي في المنتخب الوطني بصح انتوما لي زونترينور انتوما تاني سبه اسمعني مليح توما سبت الشيخ حبيت نذكري واحد النقطه واش عليه اسمعني مليح السياسه الكرويه ولا الرياضيه في اسبانيا قالوا احنا لو بروفيل تاعنا كي داير ناس قصيرين وخفاف الروتاسيون مناوش قالوا باش نقدوا نظاهدوا الدول الاوروبيه في الرياضه واجب علينا نجيبوا اسلوب لعب يليق بالمواطنين الاسبانيول شوف ناس تفكير عندهم شو التفكير وين مشى ابا جابوا لا تكنيسيتي لا تكنيك بو على بالك داو في كوب دوروب في لافلون في الباسكت بالك اني فيكو ميم لي كيما لي بريزي لي فافيلا سي بوتي لي بريزيليان تعلموا يلعبوا في مساحات صغيره ميم في اسبانيا اون فوا لي ريال دو لاسبان ولا ايسيا الجي ميم علاش احنا نحبوا صغيره باسكو كبرنا في الاحياء والاحياء الشعبيه في الجزائر احياء صغيره وزيدك حاجه خاي كمان على بالك كي لي زيكيب تاع لا ناسيونال اون في الليغا والناسيونال دو يلعبوا الفوتبول اتير بوتيت باس ديفياسيون حبالك كي شغل ثوره رياضيه على لو بروفيل دو جوار والله شغلها ثوره يا شيخ وانتوما احنا باش ما ديوهالناش هنا في البطوله تاعنا اسمع لي شوف غادي نفهمك حاجه لما اسمع لي لما وزير الشباب والرياضه يسمع لي مليح يجيو ناس دي كونسي ويقولوا له باللي عندنا اراء جديده عندنا دي زيدي نوفل اسمح لي مليح خصك تروح تخاطب المسؤول الاول تاع الرياضه وتقول له عندي عندنا اراء جديده جيت باغي لازم نحطوها محاط بمستشارين مليح ياك خي كمان نحطوها ونفرضوها جيد وغادي تكون اسلوب جزائري عنده مستقبل انت مستعد باش تكون انت الاول اسمع لي مليح لا نعم انا ديرنيرمون جي دي في واحد حصه شي با وين كنت قلت لهم لماذا زعما نديرو قالوا لي واش كنت نتمنى في المستقبل القريب بالماضي جمال بالماضي يعيط لي انا كوم تكنيسيان كوم اي بو ابلي 4 ولا 5 نشوفوا التحضير اللي راه يديره الفريق علاش خصنا نتعلموا بعضنا بعض خويا قال واحد هذا عنده مستوى عالي احنا يليق لنا نشوفوا واش كاين في السطح صح اسمع لي مليح وبالنسبه للسياسه الرياضيه المستقبليه الفوكول المسؤول الاول
ولا المسائل ميم سي زاتشي كي طون تران دو فير دي بو ترافاي اكطوالمون في لا فيدراسيون على بالك يلفو كو يجيب دي ناس اللي عندهم تفكير مستقبلي ما نبقاوش اسمع لي كمان ما نديروش دو ما نديروش دو سير بلاس نديرو كيما كانت انا نعطيك مثال كلمه نقول لك جابوا اونترينور نتاع ليكيب ناسيونال اماتور سوا ديزون مسيو بوغرا سوا ديزون ستاني ميغري خونا ولدنا بصح بارالالمون ils peuvent créer une autre équipe l'équipe nationale amateur B وذاك الوقت هذا بوغرا يكون عنده يقدر يدير مقابلات مع ليكيب ا بري مع البي وذاك الوقت يسوبوري كو ذاك المدرب كيف لعب داك تشوفوا الخير نعودوا لافونسون نعودوا قلب الهجوم لكن ما جاوبتنيش تاع قلت لي الاج دو 21 اون 22 اون في جي اس كا كان دي زونسيان جوار ما رحموكش في لي انترفيو تاعهم او يماركي ماركي غير لي بيناتي تاخذ اليوم لو جوار الجيريان بحاجه الانتقاد موضوعي ولكن بحلول اليوم جوار اتاكون يجي ينتقد عوديه لازم تعطيني انا هذه عوديه كيفاش يدير انتقاد بناء سورتو ننتقد درك انا نقدر درك ننتقد المير اتاكون ولا لي اتاكون اللي تاع الشامبيونات هذه بريسيدون 2019-2020 تاع لا بريمير ديفيزيون كومون سا سفي المير بيتور اللي هاوي بيوت صحيت Ça, c'est pas normal, cher. À un moment donné, c'est pas normal. Bouish, Bouish Nasser, 36 buts. Hamid Bergiga, Ken Bezef, j'ai pas cité Borahli, Hadj Adlan, Ali Moussa, Adaf Iman, Koukanea, Kikout en plein boom, Adaf Iman, CRB 18, Marki Hadik Ashrat Nash, Tlatnash, Kikout en plein boom, Flik Nation, Kikout Marki Ashrin, Adaf Iman, Kifash, comment ça se fait? Hanat Arf Bilikin, Azmet Amouhajimin. أزمة مهاجمين لازم نخرج منها في أقرب الأوقات أنا نوجه نداء المدربين يخدموا ديفون البيت هاد العام يخدموا ديفون البيت ما عندناش لزاتاكون ما كاش في السوق لزاتاكون alors que le football c'est les buts احنا ما نكذبوش على الناس دركا كل ان شاء الله الوباء يروح علينا منه والشعب كيجي انت الماتش 0-0 0-0 لي ماتش كاع 0-0 ما كاش سبيكتاكل نفهم من عندك باللي هاد لي جوار اللي راهم يدوا 200 و300 مليون بزاف عليهم على حسب واش نفهم لا عندك لا انا ما نقولش هكا يدي بصحته ربي لا ماشي بصح اسمح لي لو روندمون تاع ان جوار ولا ان افونسونت لو روندمون شوف الجوار لوكال انا نقول لك نعاود نقولوا الموهبه والتاطير نقولوا البوستا الموهبه والتاطير انا حنقولوا السالير بارتو يا سالير سالير بارتو كاين دي غران زاتاكون افيك دو غران سالير ويكملك دو بيت تروا بيت في العام لك حاجه اخي ياسين لي لي جوار الجيري اكتوالمون كاينه موضه جديده خرجت كي تبقى تخدمهم الصباح والعشيه يمشيو عند الرئيس يشكو يقول رجلينا راه موجعونا اسمع لي مليح Donc le président il intervient auprès de l'entraîneur oui galou hissa ou hastin smali salatni smali durant la semaine deux entraînements deux jours had ou tnin ykounou ma loulin la rani jaf el joustal tamin taatini tajrobtek lma tawajjat للزمالك المصري الحجم الساعي للتدريبات هناك اليوم الزمالك المصري يلعب نهائي رابطه الابطال الافريقيه ضد الاهلي المصري تفضل كمل الفكره تاعك سي عبد السلمان انا سانسيرمون نقول لك حاجه على بين الله يسلم عليك مليح يروح عند البريزيدون يقول لك اسمع لي مليح اسمع كاين كاين كش غادي نقول لك كاين افكار سلبيه كثيره اسمع لي دايره بالفرق كره القدم الجزائريه اللي اثرت فيها بشكل كبير اسمع لي مليح حنا ثاني المدربين نلقاو مشاكل كبيره لما صدير عندك دو زيليمون ولا تروا زيليمون لي ستار تاع ليكيب ويتغيبوا يقول لك اني هضرت مع البريزيدون يدون با ليكزومبل ويدون با ليكزومبل فوالا اسمع لي مليح لما اخ كمال لما اللاعب الجزائري صلت لي مليح لما اللاعب الجزائري في دقيقه يبقى يدرب في الاسبوع اه الفوليوم اورير دونترامون اللي يليق بالمستوى العالمي ذاك الوقت نقول لك عندنا مواهب كثيره صنت لي مليح احنا نعرفوا شتنا ولادنا كيش يلعبوا سيرتو كيكونوا مينيم كوتيجي موهوبين بصح لو فوليوم اورير كي بدا يقل شوف كي احنا درنا رمو اون ايكيب في تلمسان صغار مشاو ربحوا باريس سان جيرمان صافي دير عندنا المواهب بيان سور بصح الخدمه ناقصه من الصغر خدام الخدمه تنقص علاش تنقص باسكو يديروا المدرب في حرج المسؤول يتدخل اسمع لي يدخل بطريقه زعما نديرو عفويه اللاعب يظن باللي هو ستار لما ما يدربش بزاف حنا الجزائر مقلوب القاعده لا ستار
في المستوى العالي، هو اللي يدرب بزاف، احنا لا ستار، هو اللي ما يدربش بزاف ويسمن. اسمع لي، يسمن كي يسمن صافي ديرو هو لا ستار، يقول لك انا سمين ونلعب. دونك انت حل لي هذه المعادله، هذه المعادله هي خرجت طبعا سيدي احمد سليماني المدرب العالي لصفا الخميس، ولكن سنتواصل في الحديث او سنواصل في الحديث عن هذا الموضوع المتعلق، لماذا اليوم غياب قلب هجوم في كل الفرق الجزائرية حتى العالمية، انضطرها أسماء مثل ماركو فون باستن وجورج ويا وعديد الأسماء التي أمتعت وأبدعت طبعا في هذا المنصب. يقوم معنا نتداول بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج حكي بالون، الحديث لازال مستمرا متواصلا ممتعا طبعا مع المدرب سيد احمد سليماني وايضا محمد من عوديه وكذا ياسين معلومي. طبعا نتابع التقرير حتى يكون اسقاط نموذج حول الموضوع الذي نتحدث عنه، ولكن هو يتحدث بشكل عام حول موهبه اللاعب الجزائري وغياب تعطيره عندما يصل لفريق الاكابر. يوسف رمضاني واكثر تفاصيلا. يتمتع اللاعب الجزائري بفنيات كروية ولعب استعراضي على الطريقة البرازيلية، لكن الموهبة في كرة القدم لا تكفي للوصول إلى المستوى العالي الذي يتطلب تأطيرا من قبل الأندية من أجل ضمان استمرارية العطاء طوال المشوار الكروي للاعب، باعتبار الموهبة ملكة فطرية يتميز بها وليست اجتهادات شخصية أو تكوين من قبل الأندية. ضعف الأندية الجزائرية في الجانب التكويني يظهر للعلن حين يصل اللاعب المحلي لمستوى معين من النجومية، فيتوقف عن التقدم طوعا ليملأ الفراغ الذي تركته الأندية التي مر عليها في الفئات الشبانية بتصرفات صبيانية. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالكرة الجزائرية لم تستغل بالشكل الأمثل طاقات يوسف البليلي الذي لو نشأ في محيط احترافي ما كان ليمضي في قطر القطري وهو في أوج العطاء، عبد المومن جابو وعديد الأسماء الأخرى التي سطع اسمها محليا فاحتضنتهم الدوريات الخليجية والعربية، وفضل اللاعبون تدوين تاريخهم الكروي بخط عربي تاركين المجد الأوروبي. لتتضح الصورة بشكل أدق نطرح التساؤل التالي: لماذا اللاعبون الجزائريون الذين تلقوا تكوينهم في المدارس الأوروبية يملكون مستوى أعلى من اللاعبين المحليين؟ أو بتعبير آخر، ماذا لو وضع اللاعب المحلي في نفس الظروف المتوفرة في المدارس الأوروبية؟ محمد أمين عوديها، وش يخصكم أو وش خصك أنت كلاعب كنت تملك الموهبة؟ نتذكر لما كنت في الأرجدي جينيور كنا نسمعه كان جوار اسمه محمد أمين عوديها لاعب واعد. عبد المومن جابو كنا نسمعوا بينا كان في عمره 15 سنة، نفس الشيء ليوسف بالليلي ونفس الشيء لحكيم الدان. نتذكر لما كان 15 سنة الناس الجزائر كان كلها كان تعرف حكيم الدان وكان تعرف مالك زرقان في سطيف محمد رحيم بوبوي أيضا وعديد الأسماء اللي مرت على كرة القدم الجزائري حتى مصابيح. نتذكر لما أيضا كان في أيضا في بلدية وهران قبل بعين تيموشنت، وحتى اللاعب عامر بن علي اللي كان في لايسو دوش لف بات قبل ما يروح لفريق بلدية الجزائر. وش يخصكم بكل صراحة؟ الموهبة صراحة وش يخصنا؟ الموهبة كاينة كل شيء داكو. الموهبة يخص تأطير. احنا أليبوك اللي هدرت عليهم اللي جابوا اللي دوخة اللي بوعزة اللي فهم أسلاتي اللي سيق الدور On a été pris en 2003-2004. On a été pris, nous regardons la prospection, le par l'équipe nationale à l'époque, Monsieur Meden Hakim, adjoint et Mourad Wardi. Ils nous ont pris. L'abonné les tournois à Nantes, Fureuse. Déroulons les stages ici au 5 juillet, chaque mois, on a les stages. L'abonné contre Mouloudia, contre Sierbi, contre Lusma. On s'entraîne deux fois par jour. علمونا دخلت والخرجت وانترينينا مليح 17 ans رحت للتورنوا دروزي كيفاش انا كنت في الراجدي لا بروسبكسيون ريفنو ا او كوتش لا بروسبكسيون مسيو بناي هذا داني ملي راجدي جا شافني في الفاوت ماتش تاع الجي كاع تاع الجي شيخ جا داني من الفاوت قال لهم كاين جوار جيتي انترناسيونال جونيور افيك لي جابو يلعب في سطيف افيك سيغدور مولودي وانا في الراجدي 5ème ديفيزيون ا ليبوك شيخ لقيت روحي بلي تورنوا هادوما تاع ليكيب ناسيونال لا فيدراسيون الجزائريه اللي كانت ديرنا لي ستاج هي اللي كانت اللي حطتنا سيغ سونيل دي كومبلكسي سو سونيل دي كومبلكسي عطاونا الثقه خدمنا عمرنا
كساسوا ايسي اوندور لعبنا دي تورنوا في تونيزي لعبنا دي تورنوا في ليبيا في المغرب في مصر لي كوب دافريك لي جوز افريكان شفنا النيفو داونا تورنوا في نونتروزي ريال سوسيداد لانس اميان باريس سان جيرمان كنا صغار تروح تلعب نتايا في في فرنسا دير 4-5 ماتش مع لي غران كلوب هكا دعطات لي ثقه ما نكذبش عليك عام وراها كملت واقيلا 15 بيت في لي راجدي سينيور اي جونيور ولا 20 بيت كنت لابس سينيور عيطوا لي سي ار بي جي تيرميني مور بيتر في تورنوا دروزي ا نونت عيطوا لي سي ار بي القبه الحراش كاع عيطوا لي سميت سي ار بي 17 سنه تسمى دركا وش يخص يخص تأطير شيخ او كتبها بكل صراحه بدايتك في الاكابر وانت صغير بكل صراحه انك شديت الدراهم وانت صغير بكل صراحه هل هذه امور خليني نقول لك اللاعب الجزائري ما كوناش انا جالس سيد احمد سليماني جاوبني عليها بكل صراحه انه ما تكونش اليوم انا راني جينيور ما عندي والو راح نسيني في سير باموال وانت صغير 16 سنه 17 سنه خلاتك اليوم جيتي با بري جيتي با بري ما نكذبش عليك ميم ما سيناتور في سير بي 17 اون جيتي با بري فريق شباب بلوزداد فريق كبير على الساحه الوطنيه شحال لا بريمير واسمو واسمو سيناتور تاعك امين 80 ولا 100 مليون 100 مليون اون دو ترونش كانوا بكري مسيو الله يرحمه على كل حال اسمو الفقيه نو نو الله يرحمهم فيزو فرح 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 علي علي الله يرحمه وكانوا لي ستاف ديريجون كساسوا كريم دراج 100 ليبوك درك 100 مليون هو عنده 17 لاعب 17 الارض دارت به الارض دارت الارض دارت به لا ما ما بري جيتي با بري بور لارجون تاع الفوتبول ما تكونت لا في لا في الفرق بون كونوني اللي راجدين ما نسالهمش خيرهم حتى نموت باسكو مدرسه فريق اتحاد حسيده نحبوا ولا نكرهوا وعطى بزاف لي جوار هنا في الدزاير مالوريزمون اليوم ليكيب هادي وي مالوريزمون اللي كان عندك امين كان عندي مسيو بن عبيد سي دو فرير هما مصطفى بن عبيد والخو نسيت الكبير وكان عندي منير ثاني ما نعرفش نوت فامي ديال بصح حبيت نقول لك برك هديه ليكيب ناسيونال تقدر على كل حال مخدمو كساسوا افيك لونسيان بريزيدون دو لا فيدراسيون مسيو راوراوا ولا هذا لونسيان لاكتويال بريزيدون دو لا فيدراسيون مسيو زتشي خدموا مع لي جون ورا مازالهم يخدموا في سيدي موسى نقدر نشهد على هذه الامور ان شاء الله يخرجوا لنا نوفال جينيراسيون اللي جايه كيما خرجوا تاع البارادو سيدي احمد سليماني هي شهاده من طرف لاعب قال لك انا لم اتكون كيفاش نتصرف بالدراهم هو صغير وقال لك للاسف ما تكونش ايضا كيفاش لاكارير تاعي نكملها كي نشوف نقيس المستوى تاعو ونقيس مستوى عبد المؤمن جابو اللي بقى يدور غير هنا يعني للاسف وقبله يسعد بورعلي اللي كان مستوى جدو الي كان قابل ايضا وحاجه عيسى الامثال كثيره وامثله كثيره كثيره امثله كثيره ماشي غير في البوست هذا حتى في بوبو ابراهيم نتمنوا له ايضا الشفاء ومي صبيح وعديد الاسماء واش اليوم الشيء اللي من هاد اللاعبين ما انه ما كونناهمش في هذا التكوين الجيد كيفاش يتصرف بامواله كيفاش يتصرف في حياته الشخصيه حياته العاديه وحياته الرياضيه هو الواقع مر واقع مر وصعب باسكو سانسيرمون كاين دي جوار اللي لعبوا في هذا لو نيفو هنا عندهم بلايصهم في دي غران كلوب حنا اليوم المسير ما كاش تكوين صحيح وعلمي وثاني حاجه كيما نقولوا المرافق البسيكولوجي ما عندناش دي بسيكولوج صدر في او نيفو دي كلوب زيد حاجه شيخ خلينا نقول حاجه شيخ انا الحاجه اللي ما نفهمهاش واسمه في كره القدم هذه عندي 70 سنه وانا نسمعهم هادو لي سون دو فورماسيون هادو هما اللي يكونوا اللاعبين صحيح ولا لا الدوله مدت الاعراض مدت واسمه الاموال انا ليا لا فورت سي تو بريزيدون دو كلوب باسكو هما اللي يتحملوا انا ليا هما يتحملوا لا ريسبونسابيلتي اسمع لي مليح بصح كاين ماشي كل لي بريزيدون عندهم مستوى اللي عندهم باش تكون عندهم فيزيون يقدر ياكومباني ليكيب فير لي تيتر فير لا غلوار واكومباني زعما حنا نقولوا اي جوار باش تكون عنده الوضعيه الاجتماعيه تاعها المستقبليه مريحه حنا ما عندناش لي بون كونسي اوني بوكو بلوس حنا اسمع لي مليح حنا الجزائريين نحشقوا الا النتيجه بصح شيخ اسمح لي دقيقه كاين دي جوار انا نعرفوهم كانوا يخلصوا ب 200 مليون 250 مليون اليوم سمحوا لي برك راهم يطلبوا شيخ انا نشوفه لماذا
لماذا؟ باسكو انا قلت لك انا قلت لك طونك لا فورماسيون ما كاش طونك لي سونتر كاين كاينه نقطه سباقه اسمع لي كاينه نقطه سباقه لهذا النهار هذو اللي يدوا 200 مليون 300 مليون الى انفستيس با توتا اسمح لي مي شكون انفستي فون بونار ما يستثمروش في الموهبه تاعهم لما يقبضوا ذوك الدراهم ياكلوهم بصح ما يقدش ياكومبانيه كما قال لك ان بريباراتور بسيكولو ان كونسيي مستشار يبعد على الناس اللي يخسروا على الكارير تاعها سلبيين صدير هو لورسكي كان دارجون واش يقول يبقى ياكل وحده يل فو با باي ان مستشار ب 10 مليون بار موا ويحط الدراهم عند بابا الله يسجيك هذا والله عفوا تعطيك كلامك سي عبد السليماني نقاط جد مهمه ولكن نحب يكون تدوير في الحوار وانت تعطيني اسئله من خلال كلامك نطرحها لانه النموذج هو اليوم امامنا بكل صراحه كنا نقولوا نتهموا في كل ملعب البلاطوهات معك واحترامات اكيد نقولوا انه مستوى التعليم اللاعب الجزائري هو مستوى ماروش مستوى كبير لذلك اللاعب ما يقدرش يسير لا كارير تاعو الاموال انت مستوى جامعي ما شاء الله عليك لكن قلت لي حتى تكلمت معك بالكواليس قلت لي هذا لا يكفي حتى انه في مستوى جامعي لكن الواقع والمعيشه والميدان والخلاط امر اخر بكل صراحه سي تري ديفيسيل سي تري ديفيسيل ما نكذبش عليك ليكواسيون مام كساسوا المجتمع ولا الاسره ولا دوك ندخلوا في مشاكل كبار ترافيرسا باسكو لو جوار حبيت نسقسيك دركا ياسين قال لي الجوار يخلص 200 300 مليون انا في هذا البلاطو عبر قناة البلاد نتحدى أي جوار ولا أي بريزيدون خلص جوار تاعو 300 مليون أو لون دو توت لاني صح نتحداهم ياسين نتحداهم ياسين بصح لي جوار ما يقولوش هكذا نتحداهم أنا نقول لك نتحدى أي جوار يخلص 300 مليون ودالي 12 موا أنا لعبت في ستيف لعبت في جياسكا ولعبت هادو قاعد سالهم جياسكا أبار جياسكا أبار جياسكا بقى كاع نسالهم الباقي ليوس ما نسالهم أنا ليوس ما خلصونيش كاع عندك وصل 10 وكاين ياسين اسمعني ما يغلطوكش كاين ثاني كنقول لك حاجة تريز امبورتون يديكلاريو دي فو سالير دي فو سوم يقول لك الجوار جابو يخلص 400 مليون 500 مليون جابو ما يخلصش 500 مليون ما يخلصش 400 وما يخلصش 300 وكيفاه؟ يعني نقول لك يديكلاريو لي فو سوم أنا جوار ما نحبش نكون مع الجوار ولا مع البريزيدون ولا مع اللاعبين علاه ما تدينونسيش انتم علاه ما تقولوش هذه الهضره انا ندينونسي انايا انا ما نحبش نهضر بزاف ما سمعناش جابوا واسمه هضر الهضره هذه ولا اي لاعب انا هضرتها لك درك انا نتحدى هيا درك نتحدى كاع لي بريزيدون اللي خدمت معاهم لا ديت فوق 200 مليون في الشهر وكاع لو 12 مو هاي نتحداهم لعبت في سطيف فالسيفاو لي كونترا 250 مليون دخلوها 125 لافرو ميم با ما دفعوش وخرجت الصحراء في لي 6 موا الوغ كو جي غاني دوبلي بلوس شامبيون مع الشيطان سي كامل أنا يقول لك صار يا أخي بوزيتي لا كيسيون أنا ريبوندي كي تجي جوا سقسيهم نتحداهم نتحدى أنا درك من هذا المنبر نتحدى أي جوار ديباسا لي 200 مليون خلص لي 12 موا نتحداهم لا راني غلط قول لي راك غلط لي بريزيدون دو كلوب واحد ما يخلص فوق لي 200 مليون لي 12 موا يقول لك إيه 200 يديرها لك البلوت مع الناس يشكروك يا ياسين هذا أمر خطير بيان سور أمر خطير وخطير جدا أنا أول مرة أول مرة عندي 25 سنه واسمه في الاعلام اول مره اسمعها انا قلت لك انا في الاعلام انا قلتها لك عبر بلاطو عبر انا قلتها لك سينيت فلوس ما سينيت في السياسي مانيش حاب نذكر البري باسكو يقول لك دائما سينيت ما تجيش لي 12 مو ديالي ما ديتش لي 12 مو ديالي فلوس ما ديتش لي 12 مو ديالي كيلعب في المانيا سطيف ما ديتش لي 12 مو ديالي كي لعب في المانيا ديت واش قالوا لك ديتهم كاع جياسكا جياسكا ديتهم كاع جياسكا ما حشيف حنا شنو يجيب له الشفا دورو ما نسالو في الزمالك دورو ما نسالو هنا في الجزائر ما تديش لي 12 مو وزيدوا سقسوا لي جوار راني سي كمال يا خم جاي لي جوار العام هذا هنا سي تسقسيهم هاد لا ميم كيسيون بوزيها لهم قول لهم اسكو فو غاني بلوس دو 150 مليون اي فو بروني لي 12 مو مانيش حاب ندخل في الغموقات عاودوا عرضوني في حصه واحده اخرى نجي نحكي لكم سوجي سبيسيال على هادية حنا جينا نحكوا بالون هذا ماشي كاع بالون اللي نحكوا فيه كمال لا تحب دير لي حصه واحده اخرى نهضروا فيها على لي فينونس شيخ نهضروا على لي فينونس جو فوتبول الجيريان نعود الى كل هذا طبعا نعود الى احكي بالون ونحكوا كره قدم امين عوديه قبل من جي سي سيد احمد سليمان يتحدث في البدايه اليوم معاوني بزاف الاسئله يعني الكلام وطني الهام كبير في الاسئله عليك موسوعه كبيره ما شاء الله تبارك الله على السيد سيد احمد سليماني الحجم السائل التدريبات اللاعب الجزائري يختلف عن اللاعب
يلعب في مثلا في الزمالك وفي الاهلي وفي الرجاء وفي الترجي وفي عديد النوادي الاخرى. والشيء اللي تغير لما انتقلت من شبيبه القبائل الى الزمالك المصري؟ شبيبه القبائل كان عندي الحظ وين خدمت مع انطري بون بريباراتور فيزيك اي مسيو لونغ لونترينور لونكورونس نحيوهم بالمناسبه الاثنين. ومن بعد ابري جيجر جيجر سي ان سويس البريباراتور فيزيك بجمع محمدي سي ان الجيريا كي ابيت اكسون بروفونس اون ا تري تري اون ا في تري بون تري تري بون بريباراسيون. Un stage à Casablanca, un autre stage à Aix-en-Provence, où tu as fait la phase de poule, tu as fait JSK. JSK, c'est ce qui a fait le Zamalek. Moustawa Taï, ou l'État Saad Tadjar, ou l'État Hechrif, ou l'État Asla, خدمنا من المستوى البدني شيخ شويه الحراش خدمهم المستوى البدني رجعوا في لي ريزلت العملي خدمهم شويه شافهم خاصه امام الاهلي كنت معانا ياسين كنت حاضر في القاهره كنت حاضر في القاهره كيفاش خدمنا بوندون دو موا ويسمان دو ترافاي والمعاونه وحابين نديروا حاجه بسيطه باش تحبس باش تحبس الاهلي في القاهره بلاعبين دوك نقول لك الحاجه اللي تتغير وشنو لا شارج دو ترافاي ماشي هي هاني نقولها لك كامل يا خنا بكل صراحه الشيخ لا شارج دو ترافاي الشيخ كان يطلع لهم يطلع مانيش جو سي لا با جو سي با لا بور كريتيكي لي جوار الجوار ما والفش لا شارج دو ترافاي من اللي طلع عليها يحب ينطرينا ديك الساعه ويجونغلي شويه ويضرب لي بيت يروح للدار هاني نقول لك رحت الزمالك ولا رحت الماسر ولا خدمت مع هنا دي بريباراتور البريباراتور اللي كان معنا مع فايدالي لوزيتش راهو في البريباراتور دي ليكيب دو فرونس سيري الموان لي بريباراتور شوف كيفاش كنا نخدموا نو دو سيت نجرو كوتيديان ثاني تاع تري كوتيديان سي كمال انا في الالمان تري كوتيديان في الالمان جو فيزي ريان ابار سونتريني مونجي اي دودو ماك جافي با دو في كمال جافي با دو في انا ما كانش عندي حياه ابار ناكل نرقد ونلعب اسمع لي امين غادي نضيف واحد النقطه وتزيد وتخلص والريتم يطلع لك فوا 10 الريتم زيد واحد النقطه الريتم في التيرات تكذب امين قال لك دي فوالا لو بريباراتور فيزيك هنا في الجيري il n'est pas respecté le préparateur tout à fait il n'est pas respecté يضحكوا عليه اللعابه سي فري وما ما يخدموش يقول له زعما دير تال اكزرسيس ما يديرلاش لازم حتى اللاعب يرفع شويه المستوى شيخ اسمع لي لازم يرفع شويه المستوى باسكو وحده امين ثاني الاداره ما تفالوريزيش داك هذاك لو بريباراتور فيزيك خصك تفالوريزيه تعطي قيمته فحال المائده فحال المائده عاقب جوار داك الجوار يتعاقب ماشي قال اه معليش سي لونترينور شاف هو كي ديسيد نو بار مومون لو بريباراتور فيزيك يقد يعاقب جوار تسمى المستوى تاع اللاعب نهار الجمعه تسمى سي لو بريباراتور فيزيك هو الصح لونترينمون فيزيك يا بوكو دو بارامتر يا بوكو دو بارامتر 50% لا حنا نقولوا لا بريباراسيون كاين سيكولوجيك تاكتيك فيزيك تكنيك كاين بو انني نقول لك باللي زعما نديرو فواحد فواحد الموضوع سي فاكتور امبورطون هذا لو فاكتور اللي قال امين من النقائص اللي راها في كرة القدم تاعنا وحنا نتحملوها وانا بصدر رحب وكما يقول الاخ كمال بالفم المليان نقولها حنا لي تكنيسيان اون ترافاي با حنا اون ترافاي بو وكي تبدي تخدم عندك المعارضه كاين مدربين دي موندو الشركات الوطنيه انا جاميش مدرب من الفريق جيبوا لي شركه المعارضه والله ما تخليك كمان عندي الحق لا المعارضه تاني انت تخدم كونتر كونتر لا زادفيرسير كونتر المعارضه شاك سيمين كنت لي زابيت سنت لي مليح و وكاين كاين دي جوار بروتيجي وي اه كاين دي جوار بروتيجي كاين كاين هذو لي جوار بروتيجي يمشيو عند البريزيدون ويمشيو عند بريزيدون كوميتي سيبورتور ويقول له راه كثر علينا الخدمه وكلش سي بون تا هما عندهم علم تاع التدريب لازم واش يصرف في التيران في الفيسير يريح في الفيسير في التيران كما صدر كيلكو بار ما كاينش حاجه مستقبليه اللي تريحك اون ترافاي بو سنه لي ميح اون ترافاي بو لانديسيبلين بوكو تشوز دونك هنا تقول باللي اللاعب تاعنا الا مراش يلعب مليح باسكو تا هو عنده نسبه مئويه في تدهور كره القدم الجزائريه كما احنا اللي بار دو ريسبونسابيليتي احنا عندنا بار دو ريسبونسابيليتي اكيد سي بور سا كامل نسالو فيها سي بور سا اللي نقول اسمع لي مليح الاخ كمال ونقولها اخر كلمه اسمع لي مليح لما تخدم ضعيف تلعب ضعيف تقعد ضعيف تلعب اضعف جيد. تكون ضعيف فوالا بارك الله فيك نختم معك هذا نقاش ياسين معلومي ما تعلق اليوم قلنا كاين اشكال اليوم في تعطير اللاعب الجزائري كاين اشكال تاع لي زافونسون اليوم ما كاش والهدف فين نقصوا
كيفاش دوك يختم لنا او يختم لنا هذا الموضوع امين عودية كقلب هجوم في سن 33 سنه او توليت هنقولوا ان المستوى ناقص او انه لو كان المستوى عالي وكانوا ديزافونسون شاكان يخرجونا ديزافونسون اللي ربما لا مرجوك الى امين عودية بامكانه العوده من بعد كل صراحه بكل صراحة أو الشيخ أو كان معايا العام اللي فات في تفتح حراش هو اللي يقدر يريبوندي لكم على هاد لاكيسيون اسكو عندي المؤهلات البدنية والمعنوية باش نولي ولا لا أنا شفت باللي نقدر نولي ماشي كيما راني حاب 100% بصح نقدر نولي تلعب يعني نلعب آلاس ودوك الناس هي اللي تحكم أنا ما نحبش نهضر على روحي نتوقع يكون هداف البطولة إن شاء الله يا ربي ما يمكنش معك مع الصبر مع السكاف آلي ريتور ما يسمعش لا 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 خليني نمشي له في طريقه اليوم 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 تراك في نادي هو اسمه سكاف عنده شعبية شعبية عنده شعبية كبيرة 14 ألف رانا جاي ناسي معلومي خدت لنا في موضوع راح نخصصنا طبعا للجزء الرابع لأنه كنت حاب يتكلم قال لك عودي يكون هداف مع صاف الخميس ما يماركي لا لا روتور لا 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 روتور هذه صوفيا ما لازم يسمعها ويفهمها قال لك نجي البراكلي قول لي علاش دوب الماركة جاي جاي قال لك نجي البراكلي سيد عبد السليماني قال لك 0-0 قال لك يخافوا قال له على كل نلتقي في الجزء الرابع والأخير حديث جد شيخ رقة السيد سيد عبد السليماني وايضا محمد من الأودية وكذا ياسين معلومي بقوا معنا تدابوا بعد من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير من برنامج جاحكي بالون الآن الحديث طبعا سيكون قبل الحديث عن صفا الخميس سكاف وأيضا الحديث طبعا عن اتحاد البوليدة والكراكاج الذي أقيم أمس بحي بلفور حسن بدي من طرف أنصار اتحاد الحراش احتفالا بذكرى تأسيس نادي اتحاد الحراش سنختم لقاءنا هذا طبعا بعد صور الكراكاج لأنصار اتحاد الحراش بحي بلفور قلت نتحدث عن نقطة متعلقة بتصريحات المدربين وكذا اللاعبين عند الإمضاء في أي فريق كل صراحة من عودية فريق القلب فريق الألقاب حان وقت ندو الألقاب حان وقت كأس الجمهورية جيت باش نرجع الدين تاعي لهذا الفريق حنتي كنت لعب هذا الفريق تصريح هذا نجبدو تسجيلات سي موابري في الميركاتو يكون نفس التصريح في نادي آخر تعليقك لازم يرفع شوية المستوى كساسوا في التصريحات ولا في التيران ولا اندور جو تيران ومن بينهم أنا الأول تشوف روحك ماشي قادر أجبد شفت روحي سرت ماما ماشي قادر في راسي جبدت انا على الفوتبول كاريمون تسمانا مادا بيا لي جوار الجيريان يرفعوا شويه المستوى مام كساسوا في التصريحات ما كاش وعود كاذبه باسكو علاش بارفوا اسمح لي خويا كمال بارفوا لي جورناليست لو جورناليست يحب هو يجيبك ويحب زعما لا ديكلاراسيون ياسين vous êtes journaliste quand même expérimenté j'ai pas l'expérience que vous avez mais يحب يجيب لك هذيك لا ديكلاراسيون ينسيستي لك على باش تقول له نلعب على اللقب ويكتبها لك لو لوندومان نلعب على اللقب يقدر الجوار يكون فيكتيم تانيك سما فيها وعليها ياسين فيها وعليها انا كنت جون سورتو لي جون جوار تلقى غير لي جون جوار مساكن يقول لك نلعب على اللقب ولا بصح كاين حاجه ثاني كاين المشكل راه في الانديه علاش نلقاو الانديه الاوروبيه كي يجوا لي جوا كي يجوا لي جوا يدوهم يجيبوا لهم ان جورناليش انا طاشي دو بريس ما على باليش شكون يفهمهم يقريهم كذا يفهمهم احنا الانديه تاعنا ماشي مهيكله احنا الانديه تاعنا ما عندهم والو احنا الانديه تاعنا رايحين دائما 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 باش هما اللي حطموا واسمو هذا الشيء اليوم لما ديت صريح اسمح لي اليوم في بدايه الموسم واش كان يقول كمال هذيك هي التصريحات انا نعطيها لك ما عندي 30 سنه وهذه تصريحات كل يوم نلعب على اللقب ونديرها يا سمح لي كلامك هو الكبير انت دوك سنيت في مولدية الجزائر ولا سنيت في اتحاد العاصمه ولا شباب الوزداد ولا في دوزيام ديفيزيون سنيت في اتحاد البوليده ولا الحراش ولا كما قال لي الشير فوزات فافوري وحنا بالك رانا موراكم سكاف بيناتنا واش راك تسنى لازم تلعب على اللقب في المولوديه اخي العزيز شباب القبائل تلعب على اللقب وفاق سطيف يلعب على الالقاب شباب الوزداد يلعب على اللقب 16 فريق ماشي 16 فريق هنا في الجي عندك خمسه يلعبوا على الالقاب عندك خمسة لو كان الحراش سي با ان كرون كلوب يلعب على اللقب النهد سي با سي ار بي لوسما لو مولوديا لو نهد الحراش هنا في الجي باش لوست عندك لمسيو عندك تلمسه لوات الناس كاع عندو شامبيون جو تول مون جو جوي تيتر انا امين كاين انديه ما عندوش 400 مليون في الكونت يقول لك انا نلعب لاكسيسيون ولا ندير البطوله سي با لوجيك ثاني فوا لوجيك جاي سيد عبد السليماني حول التصريحات بصراحه انا عندي نظره اخرى ان لتطوير كره القدم
اللي قلنا نطوروا الكل زعما نديروا كاع كيش يقولها صدر نوفروا الوسائل كاع لا من ناحيه الصحافه المدربين اللاعبين صدر الامكانيات الانفراستركتور وي حنا درك ما ندركش عليك بالفعل حنا باغيين نكوبيو نكوبيو الغرب زعما في التصريحات ناريه وباش نخرجوا على المألوف ونديروا لباس وما يشبه على بالك فيها وعليها كاين اللي كاين اللي تجي عليه وكاين اللي لازم يكون عندك الامكانيات المناسبه ديالها ماكوش عندها سوا باسكو صراحه عندك باش تقابل سنت لي مليح كاين بعض الفرق اللي ليق تكون هزه رياضيه كي تكون رجه رياضيه اكيد انا نعطيك على سبيل المثال اليوم وانا جد مسرور اني يعني المدرب الرئيسي تاع السكاف جاي نتكلم عليه واجب تكون هزه رياضيه كيما تتحرك تحرك رياضي اسمع جديد وصراحه كيما نقولوا المسؤول الاول مسيو الوالي الى دوموندي اسكو عين دفلا والسكاف عطيني دقيقه والسكاف يفو هذه الولايه تبرز بهذ الفريقين توحى ولهذا نظن باللي هذه نظره مستقبليه مليحه لهذه الولايه تقولهم جيبوا لي شركه وطنيه ماشي كل فريق تروح عليه تقول لهم لازم له شركه وطنيه نو اسمع لي مليح واش دور كمدرب نو حنا كون نقول لك حاجه خلي البليده تبرز قبلها قريبه من بعد نروحوا للسكاف بغيت حاجه ياسين ياسين حنا السكاف باغي نستثمروا في الجمهور تاعنا جيد دير في بالك باللي حنا ونا بيزون دو بيرسون On a besoin des supporters. Parce que nous avons 14 000... Je vais vous donner le question et le réponse. Je vais vous donner le réponse. Nous avons besoin... Il va nous donner le réponse. Nous sommes avec vous. Nous avons 14 000 dans le futur. Nous devons nous déplacer. Nous devons nous déplacer au moins 5 000 supporters. Nous devons nous comprendre. Écoutez, le groupe Ouest, deuxième division, nous devons nous comprendre que le Khamis عندها نظرة جيد. أخرى في كرة القدم جيد سيد أحمد سليماني المدرب يعرف أن النساء تعدت عن صفا الخميس ولكن بذكاء بطريقة حنكة تاعو جوز لي عم يخرجني ودخلني داك صفا الخميس وخرج لي قام السؤال تاعي ولكن خليته احتراما طبعا له وأيضا احنا نعزوك ماما أنا أقدر أحترمك كثيرا وسأعطيك الحديث طبعا ما تعلق بصفاء الخميس ياسين معلومي بكل صراحة تصريحات هذه تاع بداية الموسم كان لعب العام اللي فات ندو الشامبيون ندو كاس جمهورية ندو كاس إفريقيا بعد ما داو والو دوك التصريحات الثاني شوف هذه تاع طبيب ما نحيهاش ثاني شويه ما نحيهاش والتصريحات ونديرو حبيت انا ما فيهاش هضره امين اسمح لي حبيتي سوبريمي وكيما يحب يقول لك كيما قال لك كيما قالوا كيما هذه لي اون دي اون اونتوندو بارلي يرحم والديكم من هذا المنبر قناه البلاد نحونا كيما تهضروا مع لي جوار مع لي جوار ها الكاميرا 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 نمثلكم وانا منكم نحينا كيما يقول لك يرحم والديكم رانا نخلصوا مليح تقدر تروح دير اون بتيت فورماسيون دو 6 mois ولا عام ايليميني ولا كيما يقول لك ما انا جوار ما جايبت لي البخس الشيخ هذه كيما يقول الوغ كو جو سوي باشوليي جي باك بلس 4 ما شاء الله ما شاء الله طبعا نحونا كيما يقول لك يرحم والديكم ورساله وصل يهضروا فينا وما عندناش ايماج مليحه والصوره تاعنا راهي مشوهه برا حنا ماذا بينا نحسنوا الصوره ديالنا ونرفدوها وان شاء الله تكون كيما بكري كي كنا نسمعوا لي جوار دو فوتبول بكري كسا سوا ايغيل ولا مغاريا ولا ادغيغ سي ان ارشيتاك تاخذ تسمع في الجامعه اي طاح في مسامتنا كان العربي تاع تلمسان كانوا بارتو ارماده تاع اللاعبين مستوى اخلاق وفي التيران كي يكون الاخلاق وتكون المستوى الدراسي طالع في التيرا ولا غير يا شيخ تلقى لا بيرسيبسيون دي شوز هاي لا انتيليجونس ويديروك لي بون حاجه حب ثاني نخرج لك نخرج بحاجه في الاخر اليوم واش يخص هذه النوادي باش يديروا دي سيت كيما لي غران كلوب واسمو دي موند واش يخصهم واش يخصهم اليوم المعلومه انا صحفي المعلومه دي فوا تجيبها من الشارع دي فوا تجيبها من المسير دي فوا علاه دي فوا من اللاعب علاه النادي ما يديروش كيما لي غران كلوب يديروا لي سيت انترنت يعني لافورماسيون اللي تكون صح سمعني ياسين كاين دي كلوب عم داروها السي ار بي داروها بلوس ما دايرينها صافي دو تروا زون كاين 20 كلوب انا نهضروا استاد كانوا اربعه ولا خمسه اللي عندهم جي اس كا سي ار بي لوس ما سيرتان كي فيل با ريكريتي زعما نديرو اي بيان سور بيان سور
يليق صراحه. وانا نشوفوا لي كلوب بداو يديروا الديريكتور تكنيك اللي دير با مال دو كلوب عندهم ديريكتور تكنيك سوسوا لويس مامولو ديال بورج منا هذه ما كانتش تكزيستي افون. كاين دي بوست يديروا باش يديروا كاين عفايس باش ما نعرفوش السلبيات ماشي سلبيات كاين دي بوست دي كلوب يديروا باش يديروا على بالي كورديناتور تاع لي جان كورديناتور تاع لي سينيور كورديناتور تاع البريزيدون لونترينور كورديناتور تاع لونترينور لي جوار كورديناتور تاع الكيني والماغازيني واحد في كيف وعاود قلت اسمع اللي فاتت كان ديزو كالكو زونسيان جوار ما عجبتوش الهضره تاعي للمره الالف ما كان حتى لاعب في الجزائر لعب باطل هذه تاع اولاد ليكيب ونحبوا ليكيب وحنا بلا فارغين نحو انا من فضلكم يعطيك الصحه واحد ما عنده لاكت اللي يقول لك الورت قال انا لعبت الفريق الفلاني نقعد فيها افي ما كاش منها هذه كاش منها واحد ما فيكم ما لعب بطل ستيفن جيرار ليفربول بارك الله فيك جوار ليفربول سيليكوس صافي 4 ريال سياسي ريال مدريد خليك سياسي ريال مدريد قالوا خلونا هذه تاع وليدها يجيبوا لكم مدرب من الغرب قال له احنا ولادها احنا ثاني عندنا لي زونترينر يجيبوا لكم دي جوار ايور احنا ثاني ملك حتى واحد ملك تاع الحي بارك الله فيك والولايه اللي كان بارك الله فيك بصح ماشي صعيبه يجيبوا ان اورغانيغرام لي غون كلوب ويديروا معليش لا عندنا ما نتكلموا هذيك قبل ما نديروا هذا الشيء عندنا امور مهمه اكثر بارك الله فيك في الميدان ولا اون دور دو تيرا قبل هذه السياسه لا شي معلومه باسكو ولات اليوم شغل وراثه اليوم مثلا مثلا لا بصافا الخميس شغل وراثه اللي يلعب صافا الخميس انا وليدها لازم نخدم اللي في الحراش لازم يخدم اللي في السيربي لازم يخدم اللي في الشوكه يخدم اللي في بلعباس لازم يخدم اللي في الثوره يخدم اللي في سكيكدا يخدم راني درت عليكم كاع باش نجبد كاع لي زيكيب باش ما نقولكش انا بريزي زيكيب على ايكيب اخرى اللي عنده المؤهلات خويا اللي يقدر يجيب البلوس هو اللي يخدم المؤهلات يا ناس اليوم الخليفي في باريس سان جيرمان يا ناس الاموال جاب اموال وما كانش غادي باريس سان جيرمان ما كان لا ميشيل دينيجو لا سوزيتش لا الان دولون لا بريجيت باردو لا بيلموندو وراهم هادو دي باريزيان باك دي باريزيان عندهم هذيك لا غروندور سي سا الاختصاص بارك الله فيك الاختصاص ماكش مختص جيب الماء والورواء حنا في الجزائر مازال وليدها لعبت فيها انا ابن الفريق انا لازم نخدم حنا ولادها دمنا طاح فيها نكون نحسبكم لاكارير تاعكم نلقاكم ضارين على ست ايكيب ويزيكيب كاينه وي وي سي با نورمال سي سي الحمد لله ماني الى صف الخميس الى المشروع بدينا نرجعها سير بما كاين والو ايه بالفعل احنا حمراء وبيضاء احنا حمراء وبيضاء احنا حمراء وبيضاء هو الراعي الرسمي نتاع فريق هو الجمهور هو السبونسور وهو الراعي راك كيف شويه سيدي باش نطلع لك الصحه الشيخ خويا راه كلش على المباشر الخميس تفضل تفضل ريح معلي مليح هو المباشر الراعي الرسمي احنا التفكير الجديد تاعنا هو كيش الجمهور تاعنا يعاون ليكيب وحنا نقدموا له اسلوب لعب يخرج راضي هذا هو المشروع اللي غادي نديروه صحيت هذا هو لو بلو امبورطون بالنسبه لهاد الفريق هاد الفريق عندهم مسيرين عندهم كفاءه ويخدموا في صمت بالنسبه للعلاقه بين السلطات المحليه والمسير نتاعنا علاقه زعما رياضيه وشفافه سما بار مومون يمشي يشوفوا مسيو الوالي يشوفوا الشيف دايره البارح كنا عند مسيو رئيس البلديه استقبال حار وكل داير سكاف هذه هي النقطه المهمه الشيخ واش خلاك نتا واش خلاك تخلي انديه من المحترف الاول وتروح للسكاف وكان عنده اوفر في شلف ما راحش شلف قلنا عليه بصح اسمح لي مليح انا بوراتر بلو ديريكت انا لما جاوا عندي المسيرين تكلموا معايا بطريقه عجبتني بالبزاف وكبروا بيا كبروا ما تقوليش كاين مشروع ومن بعد 3 جوني 4 جوني تقول لهم كاين مشكل تاع دراهم لا قلت لك احنا المشروع تاعنا في الجمهور تاعنا ما كاينش مشروع في الجزائر احنا سليماني احنا عندنا طرق مستقبليه كيش الجمهور نجيبوه عندنا ويخلص ويعاوننا ويعاون ليكيب باسكو نهضر لك الصراحه المال الحقيقي اسمع لي الراسي تاعنا الحقيقي هو الجمهور من بعد جاوب يا سي معلومي سمعت لي عاود النقطه الزوجه يليق احنا الى قدمنا اداء قوي سوا سوري سيرتا باللي السلطات المحليه وعندنا ضمانات صدير مسيو الوالي مسيو الشيف دايره مسيو رئيس بلديه قالوا لنا اوني لا بور ايدي هاد الكلوب باش اكومباني ليكيب هذه اكومباني ليكيب دون فاسون بروفيسيونيل بصح خاص احنا نجيبوا طريقه عمل
صدير خص يكونوا فرحانين. وش اللي خلاك قبلت في سكاف باش تخدم في سكاف؟ كان عندك اوفر في شلبت اولا، شلبت على رفض باش تعمل؟ لا ما اسمع لي مليح انا باش اسمع لي مليح، انا دابيتود في لي بلاطو ما نهضرش على الفرق كاع الاخرين. عيطت لي فرقه ما عيطت ليش انا تحت مضيف شلبت. لا انا اسمع لي مليح انا واش غادي نقول لك، نقول باللي لما تعرف يكون كيش يقولها انسيستو كي انسيستي عليك دي ديريجون باش يجيبوك الحاح. ايه الالحاح، لما يكون الالحاح تعرف باللي مع هاد الناس غادي تطول، عاد يكون غادي تفوت معهم وقت قوي. وعلاش تقول علاش اختاروني انا هادو الخميس؟ علاش علاش اختاروني انا؟ يمكن لا لا من غير تجربه، انا الناسب عندي الناس عندي لو بروفيل يناسب الجمهور تاع هذا الفريق. اسمع لي مليح، ويناسب طريقه عملها المسيرين. واش تعلقك كل جمهور في نديه في الحراش في بلعباس، عندك علاقه مع الببليك في لافا تاع الماتش بكل صراحه سي مسلم؟ واه هي باسكو نهضرك نيشان، لما يعطوني الحب تاعهم نرد لهم الحب انا جي. ونعطيهم نتائج ايجابيه، باسكو الا كان معك الببليك تقطع البحر. جيت نعود وما نتكلمش نتكلم على صفا الخميس في نفس المجموعه، وما نتكلموش على يوسان بيتي هذا البوليد اخويا العزيز. انا خايف، انا خايف الميركاتو العوديه تجي لعندك. راك مصباح بليده. اسمع لي بليده والحراج ولازمو سي لو كلوب فافوري بور لاكسيسيون. لا ساكن دي مش فافوري حنايا رانا صح مع شوفوا لي 5 برومي ماتش دابور ومن بعد تبع المير بيتر ماشي فافوري. ايش كل اسمع لي شيخ، اسمع لي سي كمال تفضل تفضل. انا تاني شوف سنيت في اتحاد البوليده رحت بهاد ام العينين هادية، شفت مشروع لوجيستيك تينا شباب صح، لا سال دو كونفيرونس ابسط الامور اللي كان لاتاشي دو بريس جامعنا السي ان ام اس اون تونو كاين بوادر تاع ان فريق بروفيسيونيل الحق اكومباني دو مسيو لونترينور نشمه ولا كسا سوا البريزيدون بشير شالي واش عطاوني بالبا والتا والحا راهم يجسدوا فيها على ارض الواقع. وهذه الحاجه ما نكذبش عليك راني مسرور جدا وراني متمني وقتاش نرجع للونترينمون. راني نقولها لك انا من هذا المنبر نقول لك راني متمني نرجع في اقرب الوقت للونترينمون باسكو راني نشوف تاع بوادر تاع مشروع رياضي بالك طويل المدى بصح يكون لو ريزلتا. باسكو انا هاد لي بيتي ديتاي شفتهم كي رحت لالمانيا خويا كمال، لازم تاكل مليح، لازم تلبس مليح، لازم تكون عندك هيبه، لازم تكون عندك سال دو كونفيرونس، لازم تكون عندك ستاد تونطريني فيه الشباب، ستاد اللي تروسوفي فيه لادفيرسير يكون مليح. هاد الامور واش هضر ليهم لي كامل سيتي المي اوت مسيو نشما كامل راهم يجسدوا. رغم انك كنت مع اتحاد الحراش الموسم الماضي كنت مع اتحاد الحراش بصح ما مضيتش ما مضيتش وما تكاليفيتش. ما نكذبش عليك خفت اتحاد الحراش شويه مالغري الفريق الحي منا، خفت بروميير كلوب لي عيط لي جافي بلوزير بروبوزيسيون ما نذكرش الاسماء تاع لي كلوب ما يهمش مي شيخ والله العظيم غير تح لهم قلبي باسكو سي البروميير كلوب عيطي بالكلمه مشيت معاهم قلت ان شاء الله يا ربي يتمموا المشروع هذا. كانت موقع التواصل الاجتماعي كانوا شو رافضين، جبتوا لنا بترف جبتوا لنا امين عوديه، ما تشوش باللي هذا الكلام هذا راه يخلي هذا الجمهور البوليدي البعض منهم اللي انتقد هذه الاستخدامات راح انه غير رايهم في ذي الامكانات وامكانات حسين متر اللي نعرفها جيدا مستوى جدو عالي انك راح تقدموا البلوس يعني وي اسكونتي اسمح لي ليا سؤال. انا متاكد باللي غادي يديروا ان ديو حاجه كبيره وانا نتاني ان شاء الله ونقول للمدرب اللي يلعب كونتر بليده يرفدوا الحذر تاعهم من عوديه صح شيخ. علاش قلت له يا شيخ مش هكا عطلنا تعطل فينا يا شيخ خلينا والله شوف انا هذا ما يكون غير حافز خويا كمال، حافز في الكره القدم فيها الانتقاد جيد. فيها المدح تيرا هو اللي يحكم. بارك الله فيك يروحوا البلد. نختم طبعا لقائنا بهذه الصور الكراكاج لانصار اتحاد الحراج احتفالا بذكرى تاسيس سمسم الحراج بحي بالفور بعسن بادي. نشكر رشيد حنون اللي بعت لنا طبعا بهذه الصور تصوير هاوي طبعا طبعا اي حب اي عشق طبعا لكل انصار السمسم. 35 تاسيس نادي الاتحاد الاسلامي نادي لمدينه الحراج طبعا اللي لعب و36 سكاف
طبعا في شوف الصور شوف الصور طبعا هذه صور رائعه التي كانت امس طبعا من طرف انصار اتحاد الحراج طبعا احتفالا بتاسيس هذا النادي الكبير ويبقى ايضا نادي عريق ايضا بحاجه ان يعود الى مستوى المعهود اكيد مثل مستوى طبعا انديه اخرى. للاسف هذا الفريق السنوات الاخيره ذهب ضحيه صراعات اقول صراعات اشخاص وصراعات جماعات وصراعات بعض اقول البعض الانصار حب الرجال وليس حب الفريق. يكون فيها فلان راهم فيها ما فيهاش فلان ما فيهاش، لكن نتمنى انه تعود الالتحام والاتحاد طبعا حول هذا النادي. سيد سيد احمد سليماني شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، نتمنى كل توفيق مع فريق صفا الخميس. ماك توك تطلع بريسو على امين الاوديه مولف بها كلمه ختاميه في 10 ثواني لو بقى لنا الوقت كافي. شوف انا نحيي كاع ابناء بلادي كاع الجزائر الله يجزيك ونحيي كل الفرق الجزائريه، وان شاء الله المستقبل يكون احسن ان شاء الله، ونتمنوا الفريق الوطني تاعنا يفرحنا ان شاء الله، ونتمنوا الرئيس تاع بلادنا يرتاح ويولي البلاد ان شاء الله. هذا الشيء الذي نتمنى عوده ميمونه لرئيس الجمهوريه، نتمنى له كل الشفاء والشفاء لكل المرضى الجزائريين والمسلمين، يعودوا سالمين غانمين طبعا الى اهلهم والى ديارهم. امين عوديه في 10 ثواني. شكرا جليلا، سررت كثيرا بلقائكم، شفت الشيخ ياسين مام انت الاخ كمال ما شاء الله عليك، ان شاء الله نتمنى حد موفق للشيخ مع سانوفال ايكيب، ونتمنى حد موفق ليا والفريق اتحاد البوليده ولجميع الفرق الجزائريه، وطلعوا شويه المستوى ان شاء الله. شكرا ياسين معلول. جزيلا كمال. ما عندك تهدا والو؟ ما عندي بك الاتحاد اليوم قالوا باللي طلع سوبر كوبا حتى تلعب اسمه لو 21 في وقت المحدد. شكرا لك ياسين معلومي، شكرا لك وليد درايسي، ايضا اسامه قاسم للمخرجين التقنيين المصورين، شكرا لمن ساهم طبعا في انجاح هذا العدد من برنامج احكي بالون، تحيه لبوسطيله مناصر من امل عين مليله، وتعازينا لبوعلم لاروم لفقه الاخ تاعو امين لاروم الله يرحمه برحمه الله، وتعازينا طبعا لكل محمد شايب بارك الله فيك القدر الوالد تاعو، نقدم له التعازي الحرة والخالصة. نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله في عدد جديد سيكون خاص بالمنتخب الوطني ومباراته ضد ناظري الزيمبابوي.